بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة أمانة عبد الفتاح، مدرسة هيستولوجي في طب المنصورة، والنهاردة إن شاء الله هنكمل الجزء الثاني من محاضرات Respiratory System. نفتكر كده مع بعض الـ Objectives. إحنا غطينا منها جزء في المحاضرة الأولى، اتكلمنا فيه عن الـ Components of the Airway وقسمناهم إلى Conducting Port و Respiratory Port. بعد كده بدأنا بالـ Conducting Port وقلنا إن هو بيبدأ من النوز as we go down, nose, larynx, trachea, bronchi, لغاية terminal bronchiole. فتكلمنا عن the structure of the nose, the larynx and the trachea بشوية تفاصيل، وكمان تطرقنا بعدها لل divisions. الترachea بتتقسم إلى bronchi, extrapulmonary و intrapulmonary، وعرفنا برضو تركيب كل جزء منهم والفرق بينهم وبين بعض إيه، لغاية ما وصلنا لل terminal bronchiole. النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية ال bronchioles، هنكمل بقية ال divisions بتاع ال bronchioles، ونعرف التركيب كل جزء منها والفرق بينها وبين اللي فاتوا ايه. واخيرا هنبدا نتكلم عن اللونج ستراكشر بقى، التشو اوف ذا لونج، لونج الفيولاي، وتركيبها اندر ذا لايت مايكروسكوب. هنبدا بالبرونكيولز. احنا كنا اخر حاجه وقفنا فيها المحاضره اللي فاتت كانت الانتربولمونري برونكس، وقلنا بعد كده انها بتبدا تنقسم وتدي سمولر اند سمولر برانشز بنسميها برونكيول. امتى اقول عليها برونكيول؟ البرونكيول هي very narrow tube، diameter بتاعها أقل من أو يساوي 1 ملي. إذا أول ما أوصل المقاس ده، لو الديفيجنز بدأت تنقص البرونكاي ووصلت المقاس إنها بقت أقل من 1 ملي in diameter، في الوقت ده أنا بسميها مش برونكس، بسميها برونكيول. يبقى إذا البرونكيول الفرق بينها وبين البرونكس مينلي إن الديامتر بتاعها بقى أقل، صغير 1 ملي أور لس. تاني حاجة إن بدأ الستركشر بتاع الوول نفسه يختلف شوية عن اللي قلناه في الانتربولمونري برونكاي. فأول حاجة اللايرز ماشية معايا هي، أنا عندي تلاتة لايرز لو نفتكرهم من الانتربولمونري برونكاس. اتكلمنا عن الميكوزا اللي هي الموست انر لاير، يليها ماسل لاير، يليها ادفنتيشيا اللي هي الأوتر موست كونكتيف تيشو لاير. نفس الكلام هيمشي هنا، ولكن بدأت الطبقات يظهر فيها شوية اختلاف. أول لاير عندنا اللي هي الميكوزا. الميكوزا كانت ابيثيليوم اندرلاين كوريا او كونكتيف تيشو. الابيثيليوم كان لغايه ما احنا وقفنا كان ريسبيراتوري ابيثيليوم، يعني سودو ستراتيفايد كولومنر سيليتد ويز جوبلت سيلز. لكن لاحظنا بس ان احنا قلنا نوت ان جوبلت سيلز ديكريز از وي جو داون. هنا بقى بدا يظهر عندي ابيثيليوم تاني، يعني اذا الريسبيراتوري كانت نهايته انترابلمونتي برونكا. اول ما ببدا اسم برونكيول يعني نارو تيوبيول صغيره وضيقه، ما عادش ينفعني سودو ستراتيفول. الابيثيليوم هيبقى ثينر، هيبقى الارتفاع بتاعه اقل، فيبقى سمبل كولامنر بس مش سودو ستراتيفايد كولامنر. يبقى اول فرق ظهر لي اهو ان نوع الابيثيليوم بدا يتغير. كتير كررنا ريسبيراتوري ابيثيليوم من المحاضره اللي فاتت، بس المحاضره دي هنبدا نوقف ونقول لا خلاص، ريسبيراتوري ابيثيليوم لغايه هنا دوره خلص. كل ما يحصل نوروينج للتيوبيول والنوروينج للبرونكيولز، كل ما يبدا الابيثيليوم ينزل في الهايت، يقل في الهايت، يقل في الارتفاع شويه بشويه لغايه ما اوصل لفلات سيلز في الالفيولار. فهنا الف صوره ايه؟ ان السودو ستراتيفايد كولامنر اتحول الى سمبل كولامنر. السمبل كولامنر هنا عندي فيه تو سيلز، خليتين، اتنين كولامنر، ولكن في فرق بينهم. ايه هو؟ ان انا عندي كولامنر سيليتد، ودي بواقي الكولامنر سيليتد اللي كان في السودو. السودو كان كولامنر سيليتد ومعاه اربع انواع تانيين لو فاكرين. الكولامنر سيليتد كمل منها شويه هنا، فدي اول نوع عندي موجود اللي هو كولامنر وسيليتد، يعني في سيل. طيب النوع التاني ده بقى نوع جديد اسمها كولامنر نون سيليتد، او بنسميها كلاراسيل. الكلاراسيل دي بتبقى عباره عن اما كيوبويدال او كولامنر سيل. والسيل السيل دي بتتميز انها سيكريتوري سيل، عشان كده هي معليها ستيليا، هي ملهاش دور في الاكشن او في حركه الستيليا والموفمنت اوف ماتيريالز، هي سكريتوري سيل. طيب بتفرز ايه؟ بتفرز سيرفيس اكتيف ايجنت شبيه جدا او يعني يكاد يكون هو السيرفكتنت، قريب قوي منه. وده عباره عن لايبوبروتين. اهميته ايه؟ ان هو بيمنع اليمنى الاديشن، بيحافظ على البرونكيول تفضل مفتوحه، ويمنع الاديشن او قفله اليومن من جوه، فيكيب الاير واي بيتنت ويفضل مفتوح. يبقى اذا انا عندي خليه ظهرت هنا بسميها الكلاروسيل. دي موجوده فين؟ من اول ما نبدا نقول برونكيو بدا يظهر عندي خليتين كولامنر بالتبادل، كولامنر سيليتد وكولامنر نون سيليتد اللي هي الكلار. طب النون سيليتد دي بتعمل ايه؟ دي سيكريتوري سيل، بتفرز
بتفرز لايبوبروتين سيرفس اكتيف ايجنت، بيعمل ايه او اهميته ايه؟ ان هو بيعمل بريفنشن لليومنال اديجن، فبيحافظ على البيتنسي اوف ذا برونكيول. في نوت بتقول نو جابلت سيلز ان نارو برونكيولز، اظن احنا برضو قلناها عشان كده انا حطيت واي بس تذكره، قلناها المحاضره اللي فاتت. احنا قلنا ان المحاضره اللي فاتت الجوبلت سيلز ديكريز از وي جو داون، كل ما ننزل كل ما الجوبلت سيلز بتقل معانا لغايه ما نوصل برونكيول ما عادش فيه جوبلت خالص. نو no جوبلت، مش فيو، كانت هناك فيو، هنا نو no. مفيش خالص جوبلت. ليه بقى؟ ليه احنا قلناه؟ لان النارو برونكيولز دي بسهوله جدا ممكن تتسد بحته ميوكس، فبالتالي انا ما عنديش ميوكس هنا، انا مش محتاجه ميوكس خالص في التيوبس الضيقه دي. انا لان هنا اصلا الميوكس هيبقى خطر انه ممكن يعني يقفلها ويقفلها ويسد اليومين بتاعها، فبالتالي ما عنديش هنا جوبلت من اول ما اوصل لمرحله البرونكيول. نو جوبلت سيلز ات اول ان ذا لايننج اوف دي. طيب تحت الابيثيليوم في ايه؟ زي ما اتفقنا قبل كده ابيثيليوم لازق فيه كونكتيف تيشو، يبقى كونكتيف تيشو كوريوم، ده عباره عن لوز كونكتيف تيشو وفي ريتش اماونت او في كميه كبيره من الالاستيك فايبرز، برضه بتسمح بالديستنسبيلتي بتاعه او بتسمح بان هو بقى الاستيك وبيقدر يحصل اكسبانشن وكونتراكشن للوول بتاع البرونكيول. يبقى ده الاول طبقه عندي في البرونكيول، ميكوزا ابيثيليوم سامبل كولامنر سيليتد ونون سيليتد كلارا، وتحتيه كوريوم كونكتيف تيشو ريتش ان الاستيك فايبرز. طيب الطبقه الثانيه طبقه المصري، ودي موجوده اصلا معانا من الانترا بالمونري برونكاي، لكن بتتميز هنا بايه؟ انها ويل ديفلوبد، يعني اكبر واوضح وطبقه كبيره، هي شايفين اقدر امشي عليها بالقلم والاقيها موجوده all over complete layer of spiral smooth muscles well developed في البرونكيول. يبقى ده الطبقه رقم 2، نفس اللي كانت موجوده في الانترا بالمونري برونكاي، ولكن هنا بقول عليها well developed انها بتبقى اوضح و يعني more thicker اسمك شويه او اوضح في السكشن عن ما كانت موجوده في الانترا بالمونري برونكاي. الطبقه الثالثه اللي هي الادفنتيشيا، اللي هي الطبقه الخارجيه خالص بره المصل، اللي هي الكونكتيف تيشو لاير، دي كانت بتتميز بوجود ثلاثه ستراكشرز في الانترا بالمونري. مين فاكرهم؟ ها نسترجع بالذاكره شويه كده، كان فيها ايه؟ كان فيها بواقي كارتليج ان ذا فورم اوف كارتليج بليدز، بواقي السي شيبد اللي كان في التراكيه يعني، كان فيها بواقي جلانز ميوكس وسيرس جلانز برضو كانت موجوده في السب ميكوزا في التراكيه والاكسترا بالمونري برونكاي، ومعاهم الليمفاتيك نودولز او الليمفاتيك بولس. الثلاثة structures اللي كانوا في الادفنتيشيا اوف انترا بالمونري برونكاي اختفوا اهم، اختفوا الثلاثة في الادفنتيشيا اوف برونكيول. يبقى اذا الادفنتيشيا اوف برونكيول الضيقة الصغيرة دي عبارة عن connective tissue only، مفيش فيه اي حاجة تانية، شايفين؟ احنا connective tissue بس اهو، مفيش فيه حواليه حاجة خالص، لا فيه بواب cartilage ولا فيه glands ولا فيه lymphatic nodules، هنا just connective tissue only. يبقى ده بالنسبة لي الادفنتيشيا. يبقى خلاصة القول كده في البرونكيول ايه؟ التلات طبقات هم ميكوزا مصر ادفنتيشي. الفرق في ايه؟ ان الميكوزا ما عادش فيه ريسبيراتوري بيسيلم خلاص، هنا بقى عندي سيمبل كولامنر وسيمبل كولامنر كيوبيكال، سوري كولامنر سيليتد وكولامنر نون سيليتد هي الكلور. تحتيها كونكتيف تيشو كوريوم في الاستيك فايبرز. بعد كده عندي لاير اوف سموث مصر ويل ديفلوب، بعد كده ادفنتيشيا اونلي فورمد اوف كونكتيف تيشو. ده بالنسبة لي الوول اوف برونكيول. طيب في نوت بتقول لي انه الازمه اللي هي برونكيال ازمه، يعني ده مرض مشهور وبنشوفه في حالات كتير اللي هو الرب، ده بيبقى عباره عن كرونيك انفلاميشن اوف ذا برونكيال تري، بيحصل فيها انفلاميشن متكرر ومزمن يعني على فترات طويله في البرونكيال تري. اهم ما يميزه بقى انها كاركترايزد باي ايه؟ ان بيحصل فيها سادن كونستريكشن اوف ذا سموث ماسل دهي في البرونكيولز. بيحصل ايه؟ يحصل كونتراكشن شديده السموث ماسل اللي موجوده في حوالين البرونكيول دي او في الولو برونكيول دي، فلما يحصل لها كونتراكشن قوي تعمل ايه؟ تضيق البرونكيول، فبيحصل حاجه بنسميها برونكو سبازم، سبازم يعني تقلص. فلما يحصل تقلص او تضيق دي كذا برونكيول يحصل فيها القصه دي، يبدا يحصل وايد سبريد برونكو سبازم، فيحصل ضيق في التنفس. الشخص اللي عنده ازمه لما بيجي له الاتاك بيحس بخنقه انه مش قادر ياخد نفسه. ده سببه ايه؟ سببه ان بيحصل كونستريكشن في السموث ماسلز في البرونكيولز اهي الطبقه دي، لما يحصل لها كونتراكشن وتنقبض تضيق الكافيتي، فتضيق البرونكاي البرونكيول سوري تضيق في الدايمتر، تبدا كميه الهواء اللي داخله تقل على مستوى برونكيولز كتيره بقى في اللنج كلها، فبيحصل الاعراض اللي بيشتكي منها الشخص اللي عنده ازمه اللي هو ضيق التنفس او الخنقه او ان هو مش قادر ياخد نفسه بسبب القصه دي. يبقى دي بس جاست كلينيكال هنت
قريبة يعني خاصة بالبرونكيولز، فعشان كده حبيت أذكرها. طيب بعد شوية more and more division برونكيول تتقسم كمان 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 تديني terminal برونكيول. الterminal برونكيول دي أصغر وآخر حاجة في الconducting board. لو احنا رجعنا كده للتقسيمة الأولانية اللي قلناها، الconducting بدأ من النوز ونزلنا نزلنا لغاية ما وصلنا فين للterminal برونكيول ووقفنا، قلنا ان دي نهاية نهاية ايه اهي دي البرونكيولز اهي نهاية الجزء الكوندكتنج اللي ما بيحصلش فيه جاز اكستشينج هو التيرمينال برونكيول. فالتيرمينال دي اصغر ونهاية تماما التيرمينال بارت اوف كوندكتنج سيستم، يعني لغايتها هنا كده ما فيش اي جاز اكستشينج بيحصل خالص، جاست كوندويل الاير، الاير يعدي منها وخلاص. طيب الوول بتاعها عباره عن ايه؟ لايند بكيوبيكال سيلز. لاحظنا حاجه، الابيثيليوم نزل كمان شويه، كان هناك كولامنر في البرونكيول بس هنا بدأ يبقى كيوبيكال، يعني نزل كمان وبدأ يبقى أقل في الهاي. كان البرونكيول ما بقاش كولامنر سيليت، بقى كيوبيكال سيليت. تمام؟ والترنيتنج مع الكلارا برضو، يعني أنا عندي الاثنين هنا موجودين، السيليت بقى كيوبيكال مش كولامنر، ومع الكلارا اللي بتفرز اللايبوبروتين 50 ل 50، يعني 50% كيوبيكال و 50% كلارا. فهنا الكلارا بقت عددها اكتر عشان تحافظ اكتر على ان اليومن يفضل بيتنت ومفتوح وما يحصلوش كولابس ويتقفل في النارو برونكيولز الضيقه قوي. ده بالنسبه لي التيرمينال برونكيول. يبقى انا لغايه المستوى ده انا كده خلصت الكوندكتنج بارت كله من اول النوز، بعد كده نزلنا نيزوفارنكس لارنكس تراكيا اكسترا بالمونري انتر بالمونري برونكاي برونكيول وتيرمينال برونكيول. كده كل الكوندكتنج بارت خلص. هنا ده سمري للفرق بين الانتربلمونري والبرونكيول، زي ما عملنا بالظبط الفرق بين التراكيا والانتربلمونري برونكاي. فهنا اللايرز هي لو احنا خدنا بالنا، لكن هنا الفروق بقى في الوول نفسها زي ما احنا زي ما انا قلت لكم وانا بشرح. فلو احنا اول حاجه فرقنا في مقاس او الدايمتر، فالانتربلمونري ليها نارو ليومن، لكن البرونكيول فيها فيري نارو، فيري نارو بدا يقل عن 1 مللي ان دايمتر. بعد كده الابيثيليوم لغايه الانترا والمونري كان لسه معايا ريسبيراتوري في كل السيلز اللي فيه، لكن في جبلة سيلز قليله لو انتوا فاكرين، في جبلة سيلز من اول البرونكيول اختفى عندي ريسبيراتوري ابيثيليوم وبدا يحل محله سيمبل سيمبل كولامنر، وفي الاخر بقى سيمبل كيوبيكال في التيرمينال برونكيول الترنيتنج مع النون سيليتد اللي هي الكلارا ونو جبلة سيلز زي ما احنا اتفقنا خالص في البرونكيولز. بعد كده الطبقات بقيه الوول اللي هي بعد الميكوزا في ماسل، الماسل موجوده في الاثنين ولكن نوت انها ويل ديفلوبد في البرونكيول عن الانترا بالمونري برونكوس. بعد كده الثلاثه ستراكشرز اللي كانوا موجودين عندي في الادفنتيشيا كارتج وجلاند وليمف نودول موجودين في الادفنتيشيا اوف انترا بالمونري ابسنت في الادفنتيشيا اوف برونكيول. يبقى الجدول ده سهل خالص، لكن كل الفكره انه لخص لي الفروق بين الانترا بالمونري برونكوس والبرونكيول. نبدا بقى ندخل على الريسبيراتوري بارت. يبقى انا كده خلصت الكوندكتنج بارت، ابدا ادخل على الجزء الثاني اللي هو المهم جدا برضو في الريسبيراتوري سيستم اللي هو الريسبيراتوري بورشن اوف ريسبيراتوري سيستم. اول جزء من الريسبيراتوري بورشن هو ريسبيراتوري برونكيول. والريسبيراتوري برونكيول ادي الصوره اهي، ادي تيرمينال برونكيول اللي هي جزء من النون كوندكتنج زي ما احنا اتفقنا. لما تبدا تتفرع اكتر تبدا تديني الديفيجن اللي عليه الدور من البرونكيول اسمه ريسبيراتوري برونكيول. يبقى هي تطلع منين؟ بتطلع من الديفيجن اوف تيرمينال برونكيول. دي ليها وول كامل اهو زي ما احنا شايفين، الوول بتاعها كامل اهو، وبدات تتفرع وتديني ريسبيراتوري برونكيول. طب الريسبيراتوري لايند بايه؟ لايند بكيوبيكال بورد، ولكن كيوبيكال اقل كمان في الارتفاع شويه من اللي فاتت. وبقى الكيوبيكال هنا ما بقتش كونتينوس وول، يعني شايفين؟ ما اقدرش احط خط كده والاقي الوول بتاعي ماشي سليم زي دي، لا. الوول هنا بقى انتربتد. يعني ايه انتربتد؟ يعني مفتح اهو، الالبيولاي فاتحه فيه مباشره، ادي البيولاي اهي مخرمه الوول بتاع الريسبيراتوري بروكيول وفاتحه فيه. يبقى اذا هي لايند باي كيوبيكال سيلز، حواليها شويه كونكتيف تيشو او تحتيها كونكتيف تيشو الاستيك فايبرز وشويه سموث ماسلز، لكن الوول از نوت كونتينوس وول، از انتربتد، يعني في فتحات من الالبيولاي دايركتلي اوبننج انتو ريسبيراتوري بروكيول، وده السبب ان احنا اعتبرنا الريسبيراتوري جزء من الريسبيراتوري بورشن، ان فاتح فيها الالبيولاي مباشره اهي، فهي كده بتشير ان ذا جاز اكستشينج. تمام؟ يبقى الفرق بين دي وبين دي اظن واضح خالص، ان هنا كونتينوس وول اهو، وول كامل لايند بكل اللي احنا قلنا عليه في التيرمينال برونكيول، هنا الوول بقى انتربتد ديسكونتينوس،
لاين دي في شويه كيوبيكال سيلز وتحتيها كونكتيف تيشو الاستيك فايبرز وشويه سموث ماسل، لكن الوول مش كونتينوس، الوول مفتح مفتح اهو انتربتد كل شويه بفتحات الالفيولاي انتو ذا ريسبيراتوري برونكيول. يبقى دي اول جزء عندي من الريسبيراتوري بورشن اسمه ريسبيراتوري برونكيول. الريسبيراتوري برونكيول دي لما تتقسم كمان شويه مور اند مور ديفيجن، دي ريسبيراتوري برونكيول اهي، تتقسم وتديني الفيولار داكت. الالفيولار داكت دي بقى فيري ثين وفيري نارو، ودي هي لايند بالالفيولاي نفسها بقى، يعني دي مفتحه كلها 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 اهي، ملهاش يعني يكاد يكون ملهاش وول، كل الالفيولاي بتفتح من كل النواحي فيها، فهي لايند كومبليتلي باي ذا الفيولاي اوبننج اوف الفيولاي. يبقى ادي الالفيولاس اهي وادي الالفيولاس اهي، ادي الالفيولار داكت وفاتح فيها على طول في كل حته من الوول بتاعها فاتح فيها الفيولاي. يبقى دي اخر جزء من التشعبات اللي حصلت او التقسيمات اللي حصلت في الاير واي. اخر حاجه وصلت لها داكت اسمها الفيولار داكت اللي هي فاتح فيها مباشره كل الالفيولاي بقى فاتح فيها من كل ناحيه. انا كده خلصت بقى الديفيجنز اللي احنا قاعدين نحكي عنها للشجره بتاعه الاير واي. ابدا ادخل بقى على اللانج تيشو اتسلف، يبقى الاوبجكتيف اللي عليه الدور معانا اللي هو structure of the lung alveoli. مين هي البلمونري او اللانج الفيولاي؟ دي عباره عن the structural and functional unit of the lung. يعني اذا لو انا اعتبرت ان اللانج دي اورجان كبير، فالوحده اللي بتبني الاورجان ده تركيبيا structural ووظيفيا وظيفه functional هي الالفيولس. يبقى الالفيولس الواحده دي just one alveolus is considered structural and functional unit of the lung. وهي عباره عن ايه؟ عباره عن small air space، يعني فتحه صغيره او كيس صغير كده في هواء، ووجودهم كلهم مع بعض الالفيولاي دي بيدوا اللونج سبونج ستراكشر، كانها زي السفنجه. السفنجه بتتميز انها عباره عن كلها فراغات فيها هواء، اللونج نفس القصه انها عباره عن تشو مليان فراغات والفراغات دي فيها هواء. فوجود الاير سبيسز دي او البلمونري الفيولاي هو اللي بيدي لللونج ذا سبونجي ستراكشر انها زي السفنجه. كل لونج each lung كنت هاز about 200 مليون الفيولاي، يعني رقم كده فظيع 200 مليون الفيولوس بير لونج، كل لونج فيها العدد الكبير ده. فده بيوضح ان اللونج مليانه مليانه الفيولاي، لان دي الستراكشرال يونتس والفانكشنال يونتس اللي هتعمل الجاز اكسشينج. طيب تركيب الالفيولاي دي ايه بقى؟ انا اخدت واحده تحت الميكروسكوب وحبيت اتفرج على الوول بتاعها عباره عن ايه. اول حاجه الالفيولاي دي، ادي الالفيولاي زي ما احنا شايفينها في الصوره اهي، كولي دي عباره عن thin wall air spaces مليانه هواء من جوه، والوول بتاعها ده thin زي ما احنا شايفينه اهو، كولي دي عباره عن الالفيولاي. الوول بتاعها عباره عن ايه بقى؟ او الالفيولس عباره عن ايه؟ عباره عن الفيولار ايبيثيليوم، وهو البطانه بتاعتها اللي بيبطنها او بيبطن الوول بتاعها ده اسمه الفيولار ايبيثيل. طيب وايه كمان؟ انتر الفيولار سيبتوم، يعني اسمه ده اترجمه لايه؟ انتر بتوين الفيولار الفيولاي، يبقى هو السيبتوم بين الالفيولاي وبعض، يعني هو ده الجدار الفاصل بين الفيولس دي والالفيولس جارتها، ده اسمه انتر الفيولار سيبتوم. واخيرا الفيولار بورس اللي هي الفتحات اللي بين الالفيولاي وبعضها تخليهم على اتصال ببعض. يبقى الثلاثة structures دول على بعضهم كده بيمثلوا لي structure of one alveolus. epithelium بيبطلها من جوه، inter alveolar septum بيفصلها عن جيرانها الالفيولاي اللي جنبها، وبورز في السبتم ده في خروم ثقوب بورز بتوصل الالفيولاي اللي جنب بعض ببعضها، ما يبقاش فيه مش متقسمين لكومبارتمنتس مقفوله، لا هم على اتصال ببعض كلهم بيعملوا اكسشينج، والاير يعدي من واحده للثانيه عن طريق البورز دي. هنبدا باول كومبوننت اللي هو الالفيولار ايبيثيل. الالفيولار ايبيثيليوم عندي بقسمه لتو تايبس، دي واحده من الالفيولس، ده دايجرام للالفيولس اهي، ان دي الالفيولس اهي وفتحناها، دي واحده ودي الثانيه ودي الثالثه، ادي الالفيولس من جوه. اللايننج ايبيثيليوم بتاعها نوعين من الخلايا، البريدومينانت الكتير شويه اللي موجود بكميه كبيره اللي هو الفلات سيلز دي بسميها نيوموسايت تايب 1، يبقى دي الخليه الاولى اللايننج الالفيولار، ومعاها خليه ثانيه اللي هي دي البولجنج اللي طالعه عاليه شويه دي بسميها نيوموسايت تايب 2. يبقى اذا كل الفيولوس عندي لايند بخليتين، خليه اسمها تايب 1 نيوموسايت، وخليه ثانيه مختلفه في التركيب وفي الوظيفه اسمها تايب 2 نيوموسايت. يبقى احنا اذا هنقول دي وهنقول دي ونعرف الفرق بينهم ايه. نيجي للاولى اسمها ايه؟ اسمها نيوموسايت تايب 1.
طيب تايب 1 دي ايه الكاركترز بتاعتها، ايه مميزاتها؟ نمبر 1 it represent 95% of alveolar lining. يعني اذا 95% من lining of alveoli is pneumocyte type 1، يبقى ده النسبه بتاعتها. يبقى بالمقارنه pneumocyte type 2 كام؟ 5%. الباقي هم كلهم 100%، خدنا 95% منهم هنا، يبقى باقي لي من الالفيولار لايننج 5% بس لمين؟ لتايب 2. البوينت دي حطيتها هنا ليه؟ لانها مهمه to note that type 1 pneumocyte are mature cell cannot divide، ما بتنقسمش. تمام؟ فبوت ان يور مايند، ناخد بس بالنا من النقطه دي. الاستراكشر بقى لايت مايكروسكوب بتاعها شكله ايه؟ ادي صوره ليها اهي هاي باور، وادي النيوموسايت تايب 1 اهي. فلات سيل وز فلات نيوكليس، خليه مبططه خالص، فيري ثين، ورقه يعني، حاجه رفيعه جدا وفيها فلات نيوكليس اهي. كل دول اهم ذيس ثين سيلز ريبريزنت النيوموسايت تايب 1. واظن منطقيه جدا ان يبقى تركيبها بالشكل ده. دي خليه موجوده في ستراكشر شغلانته كلها اكستشينج اوف جازز، فمنطقيا برضو ان الممبرين اللي بيحصل من خلاله الاكستشينج لازم يبقى ثين ممبرين. مش هحط كيوبيكال سيل واقول له والنبي اعملي لي اكستشينج بين البلاد وبين الاير، مش هينفع طبعا. فاذا الخليه المناسبه في شكلها وفي سمكها لان يحصل اكستشينج عن طريقها او عبرها هي الفلات سيل. يبقى النيوموسايت تايب 1 it is flat squamous cell، خليه رفيعه جدا اهي، very thin flattened وليها flat nucleus. ده باللايت مايكروسكوب. طب الالكترو مايكروسكوب بنشوف ايه؟ اولا الخلايا دي connected together، مربوطه سوا، لازقه جنب بعض. لازقه بايه؟ بنوع من انواع السيل جانكشنز اسمها اوكلودنس جانكشن او تايت جانكشن، الاثنين نفس الاسم او نفس الاستراكشر يعني. الاوكلودنس جانكشن او التايت جانكشن دي نوع من انواع الجانكشن بيحصل فيها التحام. عارفين يعني التحام؟ يعني الاثنين يلزقوا في بعض، الاثنين ممبرين بتوع خليتين جنب بعض يلزقوا في بعض. لما يلزقوا في بعض دي يعني في انترستيلر سبيس بينهم؟ لا مفيش. المنطقه اللي بيحصل فيها الاوكلودنس جانكشن مفيش فيها انترستيلر سبيس تماما. طب انا عملت القصه دي ليه؟ ايه اهميه ان يبقى في بين الخلايا دي وبعضها تايت جانكشن تلحمهم جنب بعض، ما يبقاش في سبيس بينهم؟ ان ده بريفنت ليكج اوف تيشو فلويدز انتو البيولار اير سبيس. يعني ايه؟ شويه كمان هنتكلم ان انا عندي الانتر البيولار سيبتم ده في بلاد كابيلاريز، والكابيلاريز دي فيها بلاد وممكن يحصل منه ليك ويحصل اكسيديت او يعني فلويدز تطلع تبقى موجوده هنا. طب هل مسموح ان الفلويدز دي تعدي من هنا وتدخل هنا في الكافيتي اوف اير؟ لا، ما ينفعش يبقى فيه هنا فلويد نورمالي تماما في الاير دي. اير سبيس، اير سبيس يعني مكان فيه هواء، ما ينفعش يبقى فيه فلويدز. طب انا احميه ازاي انه ما يدخلوش فلويدز من اي طريق من هنا من الجيران اللي حواليه دي؟ ان انا اخلي الخليه دي تلزق في بعض باوكلودنس جانكشن، تلحم مع بعضها كلها كانها 1 يونت، عشان تمنع تماما اي ليك تسريب لاي فلويد من الانتر الفيولار سيبتم بكل محتوياته الى الاير سبيس اللي جوه الالفيولاي دي. يبقى دي نقطه مهمه نعرفها، ان السيلز اللي هي تايب 1 ماسكه مع بعضها بايه؟ بتايت جانكشن، باوكلودنس جانكشن. ليه؟ عشان تمنع اي ليك اوف فلويدز من التيشو فلويدز اللي موجوده في الانتر البيولار سيبتم الى الالبيولار اير سبيس. ايه كمان؟ السيل دي خليه عاديه خالص فيها اورجانيلز، ولكن بحجمها الصغنن ده يقول موستلي ان ما فيهاش كميه اورجانيلز فظيعه. يعني الاورجانيلز العاديه لاي خليه تعيشها مكفياها، فيه ميتوكوندريا، فيه اندوبلازميك ريتيكولوم، سمول جولجي على قدها وعلى قد احتياجاتها، بس ان هي مش سكريتوري سيل فمش محتاجه كميه اورجانيلز كبيره. فهي كونتين فيو اورجانيلز في المنطقه اللي حوالين النيوكليس، في شويه اورجانيلز على قد المساحه بتاعتها دي. ده بالنسبه للالكترون مايكروسكوب الوظيفه. خلاص دي عرفناها منطقيا، يعني دي سيل كل دورها في الحياه انها بتعمل ثين ممبرين through which gas exchange. اوكي، يبقى الخلاصه كده في الشغلانه بتاعتها ايه؟ gas exchange. دي الوظيفه بتاعتها انها allow the gas exchange through its membrane. هي very thin membrane اهي، يعدي من خلاله او يحصل من خلاله الاكستشينج بين الهواء جوه الالفيولاي وبين البلاد كابيلاريز اهي، البلاد اللي جوه الكابيلاريز في الانتر الفيولار. يبقى ده كله، وده كان وصف مين؟ كان نيوموسايت تايب 1، 95% من lining of alveoli و cannot divide فما بتنقسمش.
تاني حاجه باللايت مايكروسكوب فلات سيل وفلات نيوكليس، مش اكتر من كده. بالاي ام في كلمتين، اوكلودنس جانكشن ده مهم قوي انها بتتربط ببعضها وتمسك مع بعض كويس، وان هي خليه عاديه يعني مفيش اورجانيلز فيها بروميننت، مفيش حاجه فيها واضحه واقول انها فيها نيوميراس ميتوكوندريا نيوميراس اندوبلازميك، لا الاورجانيلز اللي فيها عاديه زي اي خليه ريستنج يعني مش سيكريتوري، فالاورجانيلز على قدها. واخيرا وظيفتها ايه في كلمتين؟ جاز اكستشينج. طيب دي الخليه هي النيوكليس بتاعتها. نيجي للثانيه بقى، نيوموسايت تايب 2. احنا عرفنا البرسنتج من الاستنتاج من الاولانيه 5% في السيرفيس اوف البيولون، يبقى هي لاين 5% بس من السيرفيس اوف البيولون. بالعقل كده النسبه دي تقول انها ملهاش دعوه بالجاز اكستشينج، لان النسبه القليله دي يعني خليه موجوده ليست نيوميروس مش كتيره ما بتغطيش من السيرفيس اللي بيحصل فيه اكستشينج غير 5% بس، لوجيكالي كده يبقى هي ليها سكه ثانيه بتعمل حاجه ثانيه ملهاش دعوه بالجاز اكستشينج خالص. طيب نيجي بقى لتوصيفها، نفس الصوره اهي، فين تايب 2؟ اهي دي، واضح كده انها بولجنج يعني خليه كبيره بقى مش فلات زي دي خالص، اهي كبيره وبولجنج يعني ابه كده ناحيه الكافيتي. فذيس از نيوموسايت تايب 2 او الفيولار سيل تايب 2 كيوبيكال سيل وذ راوندد سنترال نيوكليس، اهو شكلها بيقول كده كيوبيكال وراوندد سنترال نيوكليس. يبقى برضو تاني نقطه تقول انها ملهاش دعوه بالجاز اكستشينج انها خليه كبيره وسميكه كبيره اهي، دي مش هيحصل سروقه اي جاز اكستشينج خالص. طب بالاي ام بقى، بالاي ام نمبر 1 في اوكلودنس جانكشن تاني، بس فين بقى؟ بينها وبين تايب 1 يعني اللي هو مقفله الكافيتي تماما. تايب 1 مع بعضها الكتيره ماسكه باوكلودنس، وتايب 1 مع تايب 2 ماسكه باوكلودنس جانكشن برضو. ليه؟ عشان تعمل سيلينج، سيلينج يعني عزل، تقفل خالص خالص الكافيتي ده ما يدخلوش اي فلويدز. طب ايه كمان بقى؟ هنا بقى عندي السيتوبلازم بخيراته بقى، في كتير في اورجانيلز واضحه استنتج منها الاورجانيلز دي انها دي ليها سكريتوري فانكشن. ليه؟ فيها نيوميرس ميتوكوندريا، فيها نيوميرس اندوبلازميك ريتيكولم، فيها بروميننت جولجي، وفيها الكترون دنس لاميلر بودز اللي هي ريتش ان فوسفوليبس. كل ده كده يساوي سكريتوري سيل على طول من غير مناقشه، راف اي ار وبروميننت جولجي والسكريتوري برودكت كمان يظهر فيها في الاي ام في صوره بادز يعني الكترون دنس جرانيولز او لاميلر بادز. دي لاميلر بادز دي لو تفتكروا كده سمعناها فين؟ في السكين قبل كده، كانت موجوده في السكين في الجرانيولر سيل لاير، وكانت برده بتفرز يعني كانت ريتش ان فوسفوليبس هنا كمان. تمام، يبقى كل الكرايتيريا دي تساوي ان دي سكريتوري سيل. هتفرز حاجه، هتفرز ايه بقى؟ اهو هتفرز بالمونري سيرفاكتنت. السيرفاكتنت ده ماده بتطلع منها، ودي مهمه جدا انها برضو بتبطن السيرفيس بتاع الالفيولاي من جوه، فبتقلل السيرفيس تنشن، فبتحافظ على الالفيولاي بيتنت وبتمنع الكولابس، بتمنع قفلتها وانها تقفل على بعضها، تفضل على طول مفتوحه وعلى طول مليانه اير. يبقى دي اهم وظيفه لها هي الكرايتيريا بتاعتها في الاي ام وكل الاورجانيلز اللي فيها دي، تساوي ان في برودكت هيطلع من الخليه دي في صوره البلمونري سيرفاكتنت. بيعمل ايه السيرفاكتنت ده؟ بيقلل السيرفيس تنشن بتاع الالفيولاي من جوه، فيحافظ عليها بيتنت مفتوحه ويمنع انها تتقفل على بعضها او يحصل فيها كولابس. طب هل دي الوظيفه الوحيده؟ لا، في وظيفه كمان، ان انا نوهت وقلت ان تايب 1 كانت ديفايد. طب حد بقى بالعقل يسال، طب تايب 1 دي حصل ديجنريشن في الخلايا اللي فيها، هل الالفيولاي هتخلص؟ هل هيجي وقت ما يبقاش في سيلز لايننج الالفيولاي وبالتالي ما عنديش جاز اكسشينج؟ طبعا لا، انا عندي بديل اللي هو تايب 2. ان تايب 2 دي بقى كان ديفايد، فلما تنقسم تعمل ديفرنشيشن، شويه منها يحصل لهم مورفولوجيكال تشينجز ويبدوني تايب 1، وشويه تانيين يفضلوا تايب 2 ويكملوا ويفدوني يعني يفرزوا السيرفاكتنت ويعملوا الوظيفه بتاعتهم. يبقى اذا دي هي العوض او البديل، انها تقدر تديفايد وتديني تايب 1 وتديني تايب 2. يبقى ده الوظيفه بتاعت النيوموسايت تايب 2. يبقى تايب 2 خلاصتها ايه؟ انها كيوبيكال ليها راوند سنترال نيوكليس، كل الاورجانيلز اللي محتاجاها للسكريشن موجوده، اندوبلازميك ريتيكولوم، بروميننت جولجي، نيوميروس ميتوكوندريا، وكمان السكريتوري برودكت في صوره الكترون دنس جرانيولز جواها، واخيرا المنتج بتاعها سيرفاكتنت، وكمان بتقدر تنقسم وتعوض نفسها وتعوض تايب 1. ده بالنسبه لتايب تايب 2 نيوموسايت. ادي صوره بقى الاثنين مع بعض اهي، ادي تايب 1 ثين سيل رفيعه خالص، فلاتن سيل اهي
فلاتن سيل وفلاتن النيوكليس، وادي تايب 2 كبيره شويه اهي كيوبيكال سيل والنيوكليس بتاعتها راوندد وكبيره واضحه اهي. ادي كمان واحده اهي دي تيومبوسايت تايب 2، وواضح الفرق بين الاثنين طبعا في الحجم وفي التكنس وفي النيوكليس بتاعه دي وبتاعه دي. الكومبوننت الثاني اللي قلناه بعد الابيثيليوم يعني اللي بطالة من جوه ابيثيليوم، الفواصل بين الفيلوس والفيلوس جارتها اسمه انتر الفيولار سيبتوم، يعني السيبتوم الفاصل بين اثنين الفيولاي. تمام، طب مكوناته ايه السيبتوم ده بقى؟ اول حاجه انه هو السيبتوم ده بين اثنين الفيولاي، يعني اذا الفيلوس من الناحيه دي لايند بالفيولار ابيثيليوم، والفيلوس من الناحيه الثانيه لايند بالفيولار ابيثيليوم، صح كده؟ يبقى اول مكون من مكوناته هو الابيثيليوم بتاعت وحده الفيلوس، والابيثيليوم بتاع الالفيوس اللي جنبها هنا وهنا في حشوه في النص بقى، يبقى ابيثيليوم من الناحيه دي وابيثيليوم من الناحيه دي، وبالنص بينهم ايه؟ في النص بينهم كابيلاري نتورك اللي هي البالمونري كابيلاري بيت، البرانشز بتاعت البالمونريز اللي هتعمل لي كابيلاريز كتيره جدا في المنطقه دي، والكابيلاريز دي من اهم الستراكشرز اللي موجوده في اللنج كلها. ليه؟ لان هو ده اللي هيحصل عندها الاكستشينج، والاكستشينج الهواء اللي داخل ده هيعمل اكستشينج مع مين؟ مع بلاد. ففين البلاد؟ اهو بالمونري كابيلاري بيت. يبقى دي الستراكشر رقم 2 اللي موجود في الانترا الفيولار سيبتوم بين الطبقتين بتوع الابيثيليوم من الناحيه دي والناحيه دي. عندي في النص في ريتش نتورك اوف كابيلاري اسمها بالمونري كابيلاري بيت. طب لوحدها؟ لا، مع شويه سبورت يعني كونكتيف تيشو على طول. ايه اللي سبورتنج الكابيلاريز دي؟ في عندي ارتكولار فايبرز، الاستيك فايبرز، وفايبر بلاست. كل دول موجودين عشان يعملوا فيلينج ذا سبيس بين الكابيلاريز وبعضها ويعملوا لها سبورت. يبقى خلاص انتر الفيولار سيبتوم الفاصل بين اثنين الفيولاي عباره عن ايه؟ اولا ابيثيليوم من الناحيه دي وابيثيليوم من الناحيه دي، يعني الفيولاي ابيثيليوم 1 و2 من الناحيه دي والفيولار ابيثيليوم من الناحيه الثانيه. في النص بينهم في ايه؟ في كابيلاريز اللي هي البالمونري كابيلاري بات، ومعاها سبورتنج كونكتيف تيشو في صوره الاستيك فايبرز وارتيكولار فايبرز وفايبروبلاست. ده بالنسبه لمكونات الانتر الفيولار سيبتوم. عندي ترم مهم جدا 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 لازم اعرفه اسمه blood air barrier. مين ده؟ blood ادي blood دم، وair الهواء، وbarrier فاصل، يعني ده مين؟ ده الفاصل بين الهواء والblood. اذا it is the wall separating the air، فين الair؟ جوه الالفيولاي، air in alveoli، from the blood in the capillaries. يبقى ده جدار كده ناحيه من ناحيه عنده ده بلوت، ومن الناحيه الثانيه عنده الهواء اللي هو فيه الالفيولاي. طب ايه مكونات البارير ده بقى؟ مين يفكر ويقول لي؟ البارير ده سمكه 0.1 to 1.5 مايكروثيك، يعني مش هقول ورقه بقى لان الورقه كده هتبقى جنبه تخينه جدا. فيري فيري ثين بارير، بارير رقيق جدا فاصل البلوت جوه الكابيلاريز من الاير جوه الالفيولاي. مكوناته ايه بقى؟ مين هيفكر ويقول؟ نحاول نتخيلها كده من قبل ما نقول. ايه هي الطبقات اللي فاصله البلود جوه الكابيلاري من الاير جوه الالفيولاي؟ من ناحيه الالفيولاي عندي الفيولار ابيثيلي، صح كده؟ ادي اول حاجه. من ناحيه الكابيلاري عندي كابيلاري اندوثيلي، يبقى دي طبقه من هنا وطبقه من هنا. طب في النص في ايه؟ الاندوثيليوم له بيزمنت ممبرين، والالفيولار ايبيثيليوم هو كمان ليه بيزمنت ممبرين. بيجوا عند المنطقه اللي فيها البارير يحصل لهم فيوجن. يعني ايه فيوجن؟ يعني يلحموا مع بعض فيعملوا لي طبقه واحده اسمها فيوزد بيزل. يبقى اذا مكوناته نمبر 1 تايب 1 نيوموسايت لايننج ذا الفيولاي، دي اللي ناحيه الهواء اول حاجه بعد الهواء على طول، التايب 1 نيوموسايت اللي احنا قاعدين نحكي عنها من شويه دي. طيب في النص في فيوزد بيزل لامينا. مين الفيوزد بيزل لامينا؟ بيزل لامينا بتاعت الالفيولار ابيثيليوم، والبيزل لامينا بتاعت الاندوثيليوم بتاع الكابيلاريز لحمت مع بعضها فبقت طبقه واحده. طب الناحيه الثانيه البلود جنبيه ايه؟ جنبيه اندوثيليوم اللي هي الفلات سكويموس سيلز لايننج بلود كمان. يبقى اذا مكونات البلود اير بارير ايه؟ ثلاث مكونات. ناحيه البلود في اندوثيليوم، ناحيه الالفيولاي في تايب 1 نيوموسايت، بينهما اثنين بيزل لامينا لحموا مع بعض فيوزد بيزل لامينا. بيزل لامينا بتاعت الالفيولار ابيثيليوم وبيزل لامينا بتاعت الاندوثيليوم اوف كابيلاريز لحموا مع بعض وخلوهم بقوا طبقه واحده. ادي شكل الالفيولار البلود اير بارير اهو،
بالالكترون مايكروسكوب. ده بالالكترون يعني مثلا قولوا متكبر كده حوالي 100,000 200,000 مره مثلا. فشايفين سمكه قد ايه بعد كل التكبير ده؟ هو ده الاير هنا اهو، يعني دي الفلوس صح، يعني ده كده تايب 1 يونت. والبلاد هنا اهو دي كابيلاري، يبقى هنا كابيلاري اندوثيليوم. طب والخط اللي في النص ده ايه؟ فيوز بيزل لامين. يبقى التلات مكونات اهو، ادي كابيلاري اندوثيليوم الفيولار نيوموسايت وبينهما فيوز بيزل لامين. الصوره دي واضحه جدا اهي، التلات طبقات بتوع البلاد اير بارير، هنا في اير جوه الالفيولاي وهنا في بلاد جوه الكابيلاري. ادي البلاد اير بارير. المكون الثالث من الالفيولاي هو الالفيولار بورز، وقلنا كلمه بور معناها ثقب يعني خروم. دي عباره عن ايه اهي؟ ده دايجرام بيوضح لي الالفيولاي اهي، وادي الفيولاس ثانيه جنبها، وادي السبتم اللي بينهم اهو. دي ايه بقى؟ دي هولز خروم بين الالفيولاي وبعض في السبتم نفسه، بتعمل ايه؟ بتوصل الالفيولاي ببعضها. يبقى الالفيولاي تبقى هي كمان ان كوميونيكيشن، الهواء اللي هنا على اتصال بالهواء اللي هنا على اتصال بالهواء اللي هنا اند سو. فدي بتعمل كوميونيكيشن بين النيبرنج الفيولا. يبقى مين هي الالفيولار بورز؟ عباره عن سبته او هولز ان ذا انتر الفيولار سبتم، بنسميها بورز اوف كون. بورز اوف كون دي نفس اسم الالفيولار بورز، هي بالظبط. يبقى ممكن اسميها الفيولار بورز، ممكن اسميها بورز اوف كون. دي عباره عن ايه؟ عباره عن هولز ان ذا انتر الفيولار سبتم بين النيبرنج الفيولا. اهي هي دي. دي كلها كده عباره عن الفيولار بورز. بتعمل ايه دي؟ فتحه الالفيولاي على بعض زي بالظبط كان كل واحده ليها باب، كانها اوض كده وكل اوضه ليها باب، وفتح سايبه الباب مفتوح اهو. دي مفتوحه ليه؟ عشان توصل دي بدي بدي، كلهم يبقوا على اتصال ببعض. يبقى هي are they are important for communication between alveoli. الالفيولاي كلها تبقى على اتصال، والهواء اللي هنا كله متوصل مع بعض. في ترم يعني هيعدي عليكم اسمه alveolar sacs. مين الالفيولار sacs دي؟ دي اوصفها او اقولها امتى؟ لما مجموعه الفيولاي يفتحوا كلهم مع بعض في حته في النص، سنترال في النص، يعني كل كذا ثلاث اربع الفيولاي مع بعض يروحوا متجمعين وكلهم فاتحين في النص في مكان سنترال سبيس. بس في الوقت ده اوصف الالفيولاي دي مع بعضها كده اسمها الفيولار sacs. يبقى لو الفيولاس كل واحده لوحدها كده خلاص دي اسمها الفيولاس وخلاص. لما يبقوا اتنين تلاته يفتحوا سوا مع بعض في سنترال كافيتي او سنترال سبيس، في الوقت ده اسمي التلاته الاتنين تلاته دول مع بعض ايه؟ الفيولار sac. اهي ادي صوره الالفيولاي اهي، فدي كده 1 الفيولاس ودي 1 الفيولاس، الفيولاي اهي اهم. طب دي بقى بصوا 1 2 3 4 5 6 يعني كتير اهم، كلهم فتحوا في الحته اللي في النص دي، حته فاضيه في النص وكلهم فتحوا فيها. في الوقت ده اسمي ده كله ايه؟ الفيولار sac. اهو الستاك ده عباره عن مجموعه من الالفيولاي كلهم فتحوا في حته في النص سنترال سبيس في النص وسطيهم، وهم كلهم بقوا فاتحين فيه. في الوقت ده اسمي الاستراكشر ده على بعضه كده اسمه ايه؟ الفيولار sac. لكن دول الفيولاي وبس اللي هم مقفولين اهو مش فاتحين مع حاجه ثانيه، لكن دي كده على بعضها برده الفيولار sac ثانيه اند سو. دي برده اهي دول كده الفيولار sac برده خلاص. فكلمه الفيولار sac معناها مجموعه من الالفيولاي فتحوا كلهم في سنترال سبيس. في ستراكشر مهم برضو ما ينفعش ان انا اعديه في اللونج اللي هو الالفيولار ماكروفاجز. صحيح هما ما كونوليش جزء من الول ولا حاجه، يعني دي ما اعتبرهاش من اللايننج اوف ذا الفيولاي. احنا اتفقنا ان اللايننج سيلز نيوموسايت تايب 1 وتايب 2 بس، لكن الالفيولار ماكروفاج دي خليه مهمه جدا موجوده في الانتر الفيولار سيبتم، وما ينفعش ان انا اعديها. دي فيري امبورتنت وليها امبورتنت فانكشنز. ف الاورجن بتاعها ايه؟ كل ماكروفاج في الدنيا اورجنت من المونوسايت، دي حاجه خلاص مفروغ منها والمفروض نبقى عرفناها بقى. اي ماكروفاج هنشوفها في اي مكان في جسمنا حط الاورجن وانت مغمض بلاد مونوسايت ايا كان مكان. رقم اتنين موجوده فين في اللانج؟ موستلي موجوده في الانتر البيولار سيبتم، وساعات تظهر جوه الكافيتي بالشكل ده انسايد البيولار زي دول كده اهو. دول بقى موجودين في الالبيولار سبيس نفسه، عدوا من السيبتم وعدوا من الابيثيليوم وظهروا في السبيس اتسيلف، فبقوا موجود كده يعني كانهم كده طايرين في الهواء جوه الالفيولار سبيس. فيبقى ممكن الاقي الالفيولار سوري ممكن الاقي الماكروفاجز في الانتر الفيولار سبتم في الكونكتيف تيشو، يعني ممكن الاقي الماكروفاجز فين؟ في الالفيولار سبيس نفسه، موجودين كده فري سيلز في الالفيولار سبيس.
طب شكلها ايه بقى وتوصيفها؟ زي اي ماكروفاج خدناها قبل كده، برانشيت سيل، وليها بروسيس كتيره اللي بنسميها سودوبوديا، ليها الريجولار نيوكليس او كيدني شيب كده او كده، ممكن تبقى اشوفها بالشكل ده او ده، وليها بين سيتوبلازم. واهم ما يميز السيتوبلازم في الماكروفاج برضو في اي مكان وجود الميني لايزوزومز، دول مهمين جدا. الاورجانيلز الباقيه عاديه، يعني فيها شويه ميتوكوندريا مش كتير، فيها اندوبلازميك وفيها سمول جولجي، ما فيهاش اورجانيلز بروميننت ما عدا ده. ده مهم جدا يبقى فيها نيوميروس، فيها ميني لايزوزومز في السيتوبلازم بتاع الماكروفاج. ده ليه؟ لان هو ده اللي بيشتغل معاها، ده اللي بيساعدها في الدايجيشن بتاع الفاجوسايتوزس، هي بتبلع اي حاجه غريبه واللايزوزوم يكسرها خلاص. فهو ده كومبلمنتري كده بالظبط، كانه دراعها اليمين، الماكروفاج تبلع واللايزوزوم يكسر بالهيدروتيك انزيمز اللي فيه. فهو عشان كده لازم لما اذكر ماكروفاج في اي مكان، لما اجي اجيب سيره السيتوبلازم بتاعها اكتب على طول ان هو في ايه، نيوميروس لايزوزوم. في اللنج انا عندي منها نوعين اكوردنج الماكروفاج اشتغلت على ايه. ففي منها الكومون تايب اللي موجود عند كل الناس، ده اللي هو الدست سيلز. دست سيل معناها ايه من اسمها؟ دست يعني تراب، يعني دي ماكروفاج بلع التراب، يبقى اذا دي الماكروفاج اللي موجوده وبتبلع اي فورن بودي داخل مع الهواء، موستلي التراب اللي هو لو احنا تعرضنا له لفتره طويله، او بالذات الناس اللي بتشتغل في اماكن فيها تراب كتير، او فيها زي الماينز مثلا، ناس بتشتغل في محالك، في الاماكن اللي بتتعرض فيها دست كتير، بلاقي ان الخلايا دي فعلا بتبقى برومننت وموجوده في كميه كبيره في اللنج، وسموها دست سيل عشان كده، عشان بيبقى ظاهر فيها الدست بارتكلز جواها. اهي دي ماكروفاجز اهي جوه اللنج، جوه الالفيولوس، وبيسموها دست سيلز ليه؟ لانها بتعمل انجلفمنت او بتاكل كل الفورين بودي اللي داخله مع الهواء، وبالذات مع الاشخاص اللي بيتعرضوا لتراب كتير، سواء في شغلهم، سواء سموكرز. سموكرز برضو الدخان اللي بيستنشقوه مع التدخين ده برضه، والنيكوتين والاطران والحاجات اللي بتبقى في السموك هي بتبلعها برضه، تتحوش جواها وتبقى في صوره بيجمنت جوه الخليه. عشان كده سموها دست سيل، انها بتبقى مليانه فورين بارتكلز هي بلعتها عشان تنقي الهواء اللي داخل الالفيولار. في نوع تاني منها بقى اسمه هارت فيلير سيلز، ومن واضح من اسمه انها دومينانت في الناس اللي هم عندهم هارت فيلير، مرضى اللي بيشتكوا من مشكله في القلب، او ان القلب بتاعه ما بيشتغلش كويس. ففي مشكله في المرضى دول ان بيحصل كونجيشن. يعني ايه كونجيشن؟ يعني احتقان في الفيسلز، البلمونري فيسلز برضه بتبقى محتقنه ومليانه بلود، فبيحصل اكسترافازيشن، يعني في شويه من البلود ار بي سيز اللي في الفيسلز دي اللي في الكابيلاريز ممكن يهربوا ويخرجوا من الوول ويظهروا هنا في الالفيولار. فالماكروفاج تسيبهم؟ ما تسيبهمش. تعمل ايه؟ تعمل فاجوسايتوزس للاريثروسايتس اللي خارجه من الفيسلز او من الكونجستد كابيلاريز دي، وتتملي جواها بقى، تاكل منهم كتير كتير، كل ما تلاقي ار بي سي طالعه تروح واخداها وتعمل لها دايجيشن، هيتحوش جواها هيموسيدرين بيجمنت نتيجه التكسير بتاع الار بي سي جواها، فساعتها بيسموها هارت فيلير سيل. يبقى النوعين دول موجودين، هم ماكروفاجز، وعلى حسب هي اشتغلت على ايه او اكلت ايه كميه كبيره سموها. فلو هي خليه ظهر جواها فورين بودز ودست كتير في الفحص بتاعها، يعني الكترو مايكروسكوب، فسموها دست سيلز لانها مليانه دست بارتكلز اكلتها من التعرض للتراب. لو هي في مرضى القلب واكلت بلود سيلز كتيره نتيجه الاكسترافازيشن او خروج الار بي سيز من الكونجستد فيسلز الكابيلاريز اللي في الانتر الفيولار سيبتوم، فتبقى بساعات في الوقت ده بيسموها هارت فيلير سيل. في الحالتين دي او دي، لما بيبقوا يعني في الكافيتي بالشكل ده بيبداوا يتحركوا، لان هما سيل كان موف يعني بتتحرك، وبعد كده لما توصل للبرونكيال تري تبدا السيليا تساعد وتحركها تحركها تحركها بالسيليا رياكشن، لغايه ما يحصل لها خروج بره الجسم خالص، سواء بالميوكس مع الكافنج، او يحصل لها سوالوينج بالبلع مع السلايفا، او تتبلع جوه الفيت وتروح بقى في الدايجستيف سيستم يحصل لها تكسير. يبقى ده الفيت بتاعها سواء هنا او هنا، دي او دي، يا اما بيخرجوا مع الميوكس يخرجوا مع الكافنج، او يتبلعوا يخرجوا برضو يوصلوا بالسيلياري موفمنت لغايه الماوس، وبعد كده يحصل لهم ايه، يتبلعوا في الجي اي تي. ده بالنسبه للفيت بتاع الدست سيل او الهارت فيلير سيل. اخر حاجه هنتكلم عنها بقى اللي هي الكيس ديسكشن، اللي هي الحاله اللي بدانا بيها المحاضره اللي فاتت، الولد الصغير الجميل ده اللي كان جايب كومن كولد وبرد واعراض حراره عاليه وفي رشح ونزل كونجيشن. موستلي دي حاله كومن كولد، ودي بتبقى حاله كومن جدا بنشوفها في اطفال كتير بالذات في موسم الشتاء. في الاغلب سببها فايرال انفكشن، فبتظهر في الاطفال كتير في موسم الشتاء بسبب انتشار الفايرال انفكشن ده.
more common in young children, بالذات الصغيرين يعني تحت 6 سنين مثلا بتشوفها فيهم frequently قوي. في الأغلب الفيرال كورسز دي بتبقى ليها سيلف يعني ليها ديوريشن معينة بعد كده الكورس بيخلص بتاعها أو الدور بيروح, ومعظم بتبقى سيلف ليميتنج. في الأغلب برضو ما بنحتاجش نستخدم لها antibiotics إلا في rare conditions, لكن mostly لو هي viral وجور إنها viral المفروض ما نستخدمهاش antibiotics. يكفي جدا إن أنا أدي antibiotic ودي congestant, antibiotic اللي هي خفض الحرارة لو في حرارة عالية, ودي congestant اللي هو مذل للاحتقان لو في زكام أو في نزل obstruction, فدي بتحسن شوية إن النوز ترجع تفتح تاني والشخص يعرف أو الطفل يعرف ياخد نفسه بسهولة. فدول في الأغلب اللي بنستخدمهم في الحالات دي لغاية ما كورس الفيرال بيعدي والطفل بيرجع يتحسن تاني. ده بالنسبة لي الكومنت على الحالة اللي بدأنا بيها المحاضرة اللي فاتت. خلاصة القول بقى في المحاضرتين الاثنين اتكلمنا عن ايه؟ قلنا اول حاجة ان الريسبيراتوري سيستم قسمناه الى كوندكتنج وريسبيراتوري بورت. الكوندكتنج بورت بدأ معانا من النوز داون تو ذا تيرمينال برونكيول, فده بدايته اللي هو النوز, وفضلنا نازلين لغاية ما وصلنا للتيرمينال برونكيول, ده كانت نهاية الكوندكتنج بورت. وده وظيفته باختصار شديد كوندكتنج اير من اسمه, ان هو بيوصل الهواء فين للمكان اللي هيحصل فيه الاكستشينج اللي هو الالفيولا. بعد كده اتكلمنا عن الريسبيراتوري بورت وقلنا ان ده عباره عن الجزء اللي بيبدا من الريسبيراتوري برونكيول وينتهي بالالفيولاي, وده مهم جدا لان ده المكان اللي بيحصل فيه ايه جاز اكستشينج. اتكلمنا فيه على الالفيولاي والاستراكشر بتاعها انها عباره عن اير سبيسز ولاين دي تايب 1 وتايب 2 نيوموسايت. بعد كده قلنا على البلود اير بارير, ده مهم جدا برضو ان هو ده الوول اللي بيحصل ثرو ات ذا جاز اكستشينج, فهو السيبريشن بين البلود في الكابيلاريز و الاير في الالفيولاي. واخيرا اتكلمنا عن الالفيولار ماكروفاجز وقلنا ان دي خلايا مهمه في الالفيولاي بتعمل ريموفينج لاي فورين بوديز زي الدست او ريموفينج الاولد ار بي سيز او اكسترا فازيتد ار بي سيز من الالفيولار ليومن, فكيبنج ات بيتنت وتحافظ عليه دايما نظيف وما فيهوش لا فورين بوديز ولا فيه بلاد سيلز. ده بالنسبه للالفيولار ماكروفاجز. بكده انا خلصت المحاضره الثانيه من الريسبيراتوري, يعني هوبينج انها تكون واضحه ان شاء الله ليكم وتساعدكم ان انتم تفهموا الريسبيراتوري سيستم كويس, وان شاء الله الى اللقاء في محاضرات تاليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.